السلام عليكم، مرحبا بكم معايا، ونتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى تكون احوالكم طيبه. كيتجدد لقاء بكم في حلقه اخرى على قناتنا وقناتكم، قناه حلويات ام عبد المغيث. نزولا عند طلب المتتبعات الغاليات، اليوم غادي نقدم لكم وصفه اللي غادي تنفع بزاف ديال السيدات، خاصه العرايسات، خاصه الناس اللي باقيين بلا زواج كيف ما طلبتوا منا وكيف ما شفتوا معنا في التعاليق. هذه من جهه، كذلك هذه الوصفه كدار في الشوال، وصدقوني انها جد رائعه، بدون سحر، بدون شعوذه، وكذلك بدون مكونات كثيره، غادي تعطيكم نتيجه جد رائعه. قبل ما يكمل سيدنا شوال، حاولوا انكم تجربوها، حاولوا انكم تبداوها، وان شاء الله باذن الله غادي يسهل لكم الزواج ديالكم، غادي يسهل لكم حتى الناس اللي مطلقين انكم ترجعوا لبعضياتكم وتكون موده وحب ورحمه. وكذلك هذه الوصفه ممكن انكم ديروها حتى الا كنتوا باقين بلا زواج، او لا مازال باقي تردد واش تغامروا ما تغامروش تكملوا مع هاد السيد ولا هاد السيد ولا هاد السيد، يعني كتكون هاد الوصفه كمثابه استخاره اللي ان شاء الله باذن الله غادي تعطيكم نتيجه جد رائعه. هذه من جهه. هنا بالنسبه للوصفه ديالنا غادي نحتاجو كيف العاده مكونات طبيعيه، ايات قرانيه اللي القوه ديالها تتكون نورانيه، واللي اكيد عندها واحد القدره خارقه باش كيتيسر لنا الزواج، وكذلك كتفك مجموعه ديال الاسحار، مجموعه ديال العوارض، وكذلك كتفك مجموعه ديال العقد اللي تيديروها بعض المرات او الاغلب المرات الناس اللي متيخافوش الله سبحانه وتعالى بالمره، الله ياخذ فيهم الحق، خاصه بالنسبه للعزبه او لا بالنسبه للبنت اللي باقا بلا زواج. وهنا شحال من وحده تيجي فيها، شحال من واحد كيخطب باش يتزوجوا وتترفض بدون سبب، اولا تيكون حتى كيكونوا مقرين كلشي ومجدين كلشي وتيوقع بيناتهم خصام ودباز بدون سبب، اولا تيجيو الخطاب كيخطبوا وتيمشيو ما تيبقاوش يعاودوا يرجعوا. وهنا دائما كنحضر البنات، ردوا بالكم ردوا بالكم ردوا بالكم من انكم تعطيو حوايجكم، ردوا بالكم من مشاطيكم، ردوا بالكم كذلك من ديك القضيه ديال عطيني نعطيك سلفني نسلفك، اللي عنده شي حاجه يشدها، كذلك حتى بالنسبه للحوايج ديالك قميجه سليب او غير ذلك. نبداو على بركه الله في الوصفه ديالنا، ودائما هادشي تنقولوه باش كنجتنبوا هذيك الطريقه اللي كتكون سهله على الناس اللي تيتعطاو السحر وتيتعطاو الشعوذه واللي تيضروا حياتنا الخاصه من جهه، وفي نفس الوقت كتبقى العلاقات مزيانه، لكن كنصح دائما البنات بهذه القضيه. نبداو على بركه الله الوصفه ديالنا، غادي نحتاجو فيها نص كاس ديال الحنه اللي غادي تكون مطحونه جديده، غادي نحتاجو فيها ضروري ما تاخديها وتكون مطحونه جديده ديال شوال، يعني كتمشي كتاخديها ورق، ممكن انك دوزيها فرحه، ممكن انك تطلبي من السيد يطحنها ليك، اولا ممكن انك تجيبيها وتشمشيها تحنيها في مولينكس تغرب ليها في واحد الليبه موس اللي كتكون رقيقه. غادي تحتاجي كذلك معلقه كبيره ديال الكركم اولا الخرقوم اللي غادي يكون مطحون جديد، معلقه كبيره عامره ديال الشيح، غادي نحتاجو كذلك معلقه كبيره ديال الخزامه، غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال الزعتر اللي غادي يكون مطحون جديد، معلقه صغيره من السدر. بالنسبه للسدر احسن واروع وافضل شيء اللي كيحيد الشياطين بشكل رهيب، كيبطل جميع انواع الاسحار، وممكن اننا نديرو حتى بالنسبه للغسل او بالنسبه للسياق قدام العتبه او للباب ديال الدار. غادي نحتاجو كذلك في الوصفه ديالنا، على فكره انه بعض المرات ما تيكونش السحر مديور لينا حنايا كشخص، كتكون بعض المرات غير تنجيو في الطريق و تناكلو الدق، هادشي علاش دائما كنصحكم التزام بصلاتكم ورقيه وكذلك الاغتسال ضروري 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 ولو مره في الشهر بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الوقت. غادي نحتاجو كذلك ملعقه صغيره من القرنفل اللي غادي يكون مطحون جديد، معلقه كبيره ديال البابونج اللي غادي ناخذوه ويكون مطحون جديد. هاد المكونات كامله غادي تطحن تغربل،
ولكن ما غاديش الا كنتي باقا بنت ما غاديش تخلطيها بالماء، او لا باقا بلا زواج ما غاديش تخلطيها بالماء، كتخلط بماء الزهر كيف ما عودونا الناس ديال بكري، كيف ما عودونا الجداوات ديالنا، كتخلطيها بماء الزهر. وحنايا كنقراو سورة الفاتحة أول شيء دائما البنات، جميع الوصفات نقراو فيهم سورة الفاتحة، هذه من جهة. من جهة أخرى غادي نقراو سورة المعارج، تهي من أروع وأحسن وأفضل الوصفات اللي ممكن أن الآيات أو الصور اللي ممكن أننا نعتمد عليها. وغادي نقراو هاد الدعاء اللي هو جد رائع. ولكن قبل من هذا الشيء كامل، من بعد ما غادي نخلطوا هذا الخليط غادي نديروا عليه واحد الطبسيل، وغادي تخليه يبات من الصباح من الليل حتى الصباح، يعني كديريها في الليل وكتبات حتى الصباح. وكنقراو من بعد هذا الدعاء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من بعد صلاة الفجر تناخذوا هذاك البول أو لهذاك الزلافة أو لهذاك الإناء اللي تخلطات فيه هذه الحنة، كنصلي بجوج ديال الركعات، كنقراو كيف قلنا الحمد سورة المعارج، وكنقراو يا إلهي من لي ألجأ إليه. نتمنى أنكم تكتبوا هذا الدعاء، راه رائع وفعال وكما تنقولوا تعطي نتيجة جد رائعة في استجابة الدعاء، كذلك في استجابة مجموعة ديال الأشياء اللي احنا كنتمنوها في الحياة، سواء رجوع طليق أو زواج أو كذلك إبطال السحر ديال التعطيل ديال الزواج. يا إلهي من لي ألجأ إليه إذا لم ألجأ إلى الركن الشديد الذي إذا دعا أجاب، هب لي من لدنك زوجا صالحا. وعلى فكرة بالنسبة لهذه الوصفة ممكن يديروها رجال وممكن يديروها حتى العيال، أتي اللي كانوا يديروها رجال كتعوض زوجا صالحا بزوجة صالحة، واجعل بيننا المودة والرحمة والسكينة، فأنت على كل شيء قدير، يا من قلت للشيء كن فيكون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، يا رب يا من تجيب الداعي إذا دعا، يا من تقول ادعوني أستجب لكم، أسألك باسمك الأعظم وجاهك الأعلى أن ترزقني وترزق إخواتي المسلمات بالزوج الصالح من حيث لا يحتسبن، وأن ترزق إخواننا الشباب بالزوجة الصالحة. سبحانك إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين، أن ترزقنا جميعا بالأزواج والزوجات الصالحات يا قدير، اللهم آمين. بالنسبة لهذا الخلطة أو لهذه الحنة اللي درنا بهذا المكونات كناخدوه، وبالنسبة لهذه الوصفة كدار من الأفضل أحسن ليلة الخميس، وكتكون داخلة ليلة الجمعة، كنوضو في الوقت اللي كتكون الوقفة كيتدهن بها الجسم كامل، ومن بعد كتدخلي لواحد البيت أو لواحد البلاصة اللي أباغ طواليت والحمام، وكتبداي كتغسليها كامله بالماء ديال القران اللي كيكون مرقي، واللي اكيد خدمنا بزاف ديال الوصفات به، ممكن اننا نعوضوها لكم في حاله الا ما كتبوش معنا في الوصفات اللي قبل، خليوها لينا في الكومونتير ان شاء الله باذن الله يكون خير.
صدقيني وصفة جد رائعة بالنسبة للعريسات، ما غادي تقاسك حتى حاجة ديال سحر او لا عين او لا سحر تفريق. الا كنتي غادي ديري العرس ديالك، هذه من جهة، كنتي عندك عوارض وعندك كيف ما تنقولوا سحر ديال تعطيل الزواج، ان شاء الله باذن الله سيبطل. وكذلك الا كنتي مادي يديك الحنه، الله سبحانه وتعالى غادي يسهل عليك وييسر ليك من حيث ولا تدرين ولا تحتسبين. كذلك شيء اخر غتقولي ليا بالنسبه للرجال اللي داروا هذه الوصفه، ما يمكنش انهم يستعملوها او لا يديروا بالنسبه للحنه. الناس ديال بكري كانوا بالنسبه للوقت ملي كيديروا الشباب او ملي كيديروا العازف هذه الوصفه، كانت كدار بحال شكل واحد الدويويره في الوسط ديال اليد، يعني هذيك الحنه كدار غير في الوسط ديال اليد فقط، واللي من خلالها الله عز وجل كيسهل الامور ديال الزواج، وتيسهل كذلك حتى امور ديال الرجوع ديال هذاك الطليق او لهذيك الطليق وهذيك السيده اللي تيكون بسبب سحر او لا بسبب عين. كنظن اننا وصلنا لنهايه ديال الحلقه ديالنا معكم، مع تحيات قناه حلويات ام عبد المغيث. ما تنساوش تعرضوا لينا لعرسكم، وما تنساوش كذلك انكم تخليوا لينا لايك وكومونتير اكيد الى عجبتكم الوصفه وعجبتكم القناه، فضلا وليس امرا. تهلاو في راسكم.